اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ريمونتادا. ريمونتادا المره دي هنستخدم فيها اكتر من قضيه خلال الاسبوع. نتمنى نكون موفقين دايما في ارضاء حضراتكم. اكيد اكيد بنحترم كل شخصيه هيتم تناولها، واحنا قلنا دايما مبدانا تناول لا تطاول، خاصه لما يكون في بعض المعلومات اللي من وجهه نظرنا بتكون مش صحيحه او مبنيه على اساسات مش سليمه، فاحنا واجبنا ان احنا نوضح الحقائق دي او المعلومات دي، وبنسمح دايما بالاختلاف في وجهات النظر. واول قضيه في ريمونتادا هي قضيه دايما مثار جدع عن فكره الشعبية وشعبية الأندية. يمكن ردنا قبل كده في مباراة السوبر، ولكن لما يكون الكلام خارج من قيمة وقامة زي الكابتن حسن المستكاوي فلازم نوضح بعض النقاط المهمة جدا. تعالوا نشوفوا الكابتن حسن المستكاوي قال إيه ونرجع نعقب. جماهيرية الزمالك في الخليج تتفوق على الأهلي بكثير، نعم أم لا؟ مش بكثير، نعم نعم، بس مش بكثير. لكن مش بكثير. اشتغلت في الخليج كتير. اشتغلت في الخليج ورحت كل دول الخليج مرة واثنين وثلاثة وعشرة. الزمالك ظهر كان قوة كبيرة جدا في الستينات. ايوه. والخليج بدأ يشوف الكرة المصرية ويتابعها في الستينات. فكان الزمالك هو النجم بتاعهم. هل عزز من ده انتقال الكابتن حسن شحاته؟ هل عزز من ده انتقال الكابتن حسن شحاته فترة للكويت؟ الكابتن حسن شحاته وطه بصري طبعا في الكويت صح كده؟ طبعا وانجازات كبيرة جدا. انما الزمالك كان وكابتن حمادة امام، الزمالك كان بيكسب الفرق الاجنبية في الستينات، ديربي كاونتي وخمسة واحد استهام وهكذا. بجانب ان هو كان متفوق مصريا، بدليل ان الاهلي دخل معسكر في الكلية الحربية بامر من المشير عبد الحكيم عامر، عشان الاهلي كان مستواه سيء في فترة الستينات، فلازم، وهو كان المشير الزملكاوي، مشير عبد الحكيم عامر كان زملكاوي، وعشان الاهلي يرتقي مستواه. فيعني شوف لدرجة ايه ان الزمالك كان متفوق في هذه الفترة. فعشان كده يعني كثير جدا من جمهور الزمالك في الخليج موجودين. يعني خلينا نكون متفقين ان اي شعبيه لاي نادي في العالم بتخضع لفكره التفوق. النادي ده تفوق في فتره من الزمن فبيكتسب شعبيه، والشعبيه دي بتبقى مرهونه باستمراريه التفوق. ولكن الكابتن او الاستاذ الكبير الاستاذ حسن المستكاوي اتكلم او استند على بعض نقاط رئيسيه هي فكره تفوق الزمالك في الستينيات وانخفاض مستوى الاهلي، واستدل على فكرة ان المشير عبد الحكيم عامر دخل النادي الاهلي في معسكر، مع ان انا متأكد لو الاستاذ او الكابتن حسن المستكاوي راجع تاريخيا هيكتشف ان نفس الامر حصل مع نادي الزمالك، ودخل معسكر تبعا للجيش برضو بعد هزيمة الزمالك امام فلو ده الدليل فالزمالك نفس المعيار. اما فكرة ان الخليج بدأ يتابع كورة من الستينيات، انا اعتقد اهمية الكورة لدى الشعوب في الخليجية تحديدا ما كانتش بالشكل الكبير جدا في الستينيات، حتى تقريبا كمان في مصر ما كانش الاهتمام بالكرة بالشكل الكبير جدا في فترة الستينيات. ولكن نفترض ان الخليج تم تعامل مع الكرة المصرية في فترة الستينيات، تعالوا نشوفوا البطولات اللي فعلا هل الزمالك كان فارق في الفترة دي، خاصة من 60-61 لحد الموسم في الستينيات 66-67، ونشوف هل بطولات الزمالك بالفعل كان في اكتساح مصري ادى الى ازدياد شعبيه الزمالك. الحقيقه ما كانش موجود الاكتساح ده. احنا عارضين لحضراتكم دلوقتي بطوله الدوري المصري وبطوله كاس مصر، وهي دي البطولات اللي كانت متاحه داخليا او محليا. موسم 60-61 الاهلي بطل الدوري المصري وبطل كاس مصر. موسم 61-62 الاهلي بطل الدوري المصري والزمالك بطل كاس مصر. موسم 62-63 الاهلي والزمالك مش في الصوره، والترسانه بطل الدوري المصري والاتحاد بطل كاس مصر. موسم 63-64 الزمالك هو بطل الدوري المصري والقناه هو بطل كاس مصر. موسم 64-65 الزمالك ايضا بطل الدوري المصري والترسانه بطل الكاس. موسم 65-66 النادي الاولمبي هو بطل الدوري المصري والاهلي بطل الكاس. موسم 66-67 الاسماعيلي بيقتنص الدوري المصري من النادي الاهلي والترسانه بطل الكاس. مجموع البطولات النادي الاهلي هو الصداره 4 بطولات، الزمالك 3 بطولات، الترسانه 3 بطولات، الاسماعيلي بطولتين منهم بطوله محليه وبطوله 69 اللي هي بطوله دوري ابطال افريقيا بصفته كان هو المشارك فيها، والاولمبي بطوله والاتحاد بطوله والقناه بطوله. يعني تقريبا النادي، مش تقريبا، هو اكيدا النادي الاهلي هو الاكثر حصولا على البطولات. ولكن لما تيجي بمعيار النادي الاهلي، لا دي فتره سيئه في تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي مش
بيكون مقرب منه المنافسين او البطولات بتتوزع بالشكل ده. النادي الاهلي بيبقى دايما مكتسح بالسبع ثمان سنين في كل 10 سنين، وبتبقى بطولتين او موسمين او ثلاثه بيبقى الامور فكره اعاده تجديد الفريق. فلو هي على الستينات ما كانش فيه اكتساح لنادي الزمالك، برغم النادي الاهلي ما كانش في حالته اللي خلته يسيطر على البطولات. ولما يغيب النادي الاهلي ممكن اي فريق يكون بطل، وده اللي شفناه في الانديه اللي خدت بطولات في فتره غياب النادي الاهلي بشكل ما بعد 63 تحديدا. بس احمد، هي طبعا بعد 67 لظروف الحرب الدوري كان متوقف، عشان اللي يعتقد ليه ما كملناش سنوات الستينات. ولكن حابين نقول حاجه طبعا الاستاذ حسن المستكاوي، قيمه وقامه، هنا احنا بنوضح على سبيل الاراء في جزء غير قابل لفكره ان احنا نطرح فيه وجهات نظر، وهو عدد البطولات. زي ما احمد استعرض، اربع بطولات للنادي الاهلي اكتر من اي نادي تاني، فلو ده المعيار اذا ده معيار غير صحيح لما يخص الشعبيه. هنروح لمعيارين تانيين. كابتن حسن المستكاوي واستاذنا الفاضل اتكلم عن بعض النتائج الخاصه بنادي الزمالك مع فرق اجنبيه. ما ينفعش نتكلم فيما يخص الشعبيه ان احنا نيجي عند سنوات معينه او مباريات معينه ونتعامل ان هي المكونه للشعبيه بشكل مطلق. اكيد الاجيال دي على فرض صحة وجهة النظر الأخرى إن كان المتأثر بهذه النتائج شجع نادي الزمالك، مع إن نادي الأهلي وقتها كان محليا برضو متفوق. فهنيجي نتكلم إن لا، نادي الأهلي على مستوى اللقاءات مع الأندية الأوروبية كمان كان له مباريات فارقة ومهمة جدا جدا ما ينفعش نتغاضى عنها. لو قلنا الأهلي ضد ريد ستار بلجراد بطل يوغوسلافيا كان 3-1، وفي مباراة مهمة جدا وأنا بأرى إن هي من واحدة من أهم مباريات النادي الأهلي في تاريخه مع الفرق الأجنبية، الأهلي ضد بنفيكا 3-2. مش هنقيس بنفيكا بالوقت بتاع دلوقتي، هنقيس بنفيكا بالوقت ده. بنفيكا كان حامل دوري أبطال أوروبا لسنتين، بطل أوروبا للعامين اللي قبل المباراة، وكان في النجم إيزيبيو وهو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة. والنادي الأهلي في مباراة قوية جدا جدا، حتى الصحافة المصرية قبل أحمد كانت بتتكلم عادل هيكل هيجيب عداد يعد بيه الأهداف اللي هتدخل في شباك النادي الأهلي، والمباراة كان كل ويمكن ده كان وصف من الكابتن نجيب المستكاوي والد الكابتن حسن المستكاوي. دي بقى المفارقة. وحاجة كمان، كل التوقعات اللي بعد المباراة كمان رصدت ان المباراة كانت قوية وما فيهاش تهاون، ومع ذلك النادي الاهلي فاز بيها 75. نروح بقى، لان زي ما بنقول لكم مكون الشعبية لو حطيناه ده معيار هنروح للنتائج مستمرة، ما اكيد الناس ما تابعتش هي المباريات اللي كانت في فترة الستينات وتوقفت بعدها. 75 الاهلي ضد ليجا وارسو فوز للنادي الاهلي 2-1، والاهلي ضد دوكلا براجا 2-1، والاهلي ضد مونشن جلادباخ تعادل و76، وكان مونشن جلادباخ حامل الدوري الالماني لثلاث سنوات متتالية. وفي 77 ضد استوريا فيينا وكان في الوقت ده بطل النمسا وفريق قوي جدا. 77 الاهلي ضد بايرن ميونخ 2-1 فوز. 79 الاهلي ضد ساوثهامبتون واستوى بوخارست في 86 3-1، وفي 88 ضد كوينز بارك تعادل. وهتعتقدوا ليه كوينز بارك؟ النادي الاهلي كان بيروح للانديه المتفوقه في الوقت ده، ده واحد من افضل مواسم كوينز بارك رينجرز على مدار تاريخهم في 88. 2001 لو هنتكلم عن حد بيقيم، تخيل بطل القرن في افريقيا بيلاعب بطل القرن في اوروبا وبتفوز على ريال مدريد في مصر 1-0 في مباراه شهيره. اكيد كتير جدا من الناس اللي بتشكل وعيها من الاجيال دي بيشوفوا النادي الاهلي وهو بيتفوق. 2002 فوز على روما، و2007 فوز على بنفيكا، وخساره من بايرن ميونخ في 2012 2-1، والفوز على روما في 2016. اللي حابين نقوله هنا وناكده احمد، ما ينفعش ان احنا نجتزئ الشعبيه في بعض السنوات اللي كمان ردنا في السنوات نفسها، ولكن الشعبيه دي مكون. واستاذنا حسن المستكاوي كان له جمله احب اناقشه فيها، وهو بيتكلم عن فكره التوارث. يعني المشجع اللي كان بيشجع نادي الزمالك وقتها اكيد توارث عنه ابنائه تشجيع نادي الزمالك. حابب اقول لا، لان الشعبيه دي بتتغير مع تغيرات البطولات. المكون الاساسي للشعبيه دي اهداف النادي الاهلي في مباراه ريال مدريد. ولكن حابب اكد حاجه يا احمد،
انت لما بتتكلم عن ده في مصر ده وارد، ان انا باجي الاقي الاب بيشجع الزمالك فالاسره بتبقى منتميه لنفس النادي، ولكن انت بتشجع نادي في دوله تانية بالعكس، انت زي ما بتتابع انديه وزي ما بنشوف اخواننا واشقائنا في الخليج بيكونوا مهتمين ببعض الدوريات العربيه او الدوريات الاوروبيه كتير جدا، هو بيبدا يشوف لما يدخل يلاقي نادي الاهلي نادي القرن، نادي الاهلي بيفوز على ريال مدريد في مباراه تاريخيه، نادي الاهلي بيكتسح محليا في البطولات، هنيجي نشوف في الفتره من بعد 2001 بتتوج بخمس بطولات دوري ابطال افريقيا، بتشارك في خمس مرات لمونديال الانديه اللي اكيد مكون للشعبيه في العالم كله، نفس المقياس اللي بنشوف فيه حاليا في افريقيا شعبيه النادي الاهلي، بنشوف فيه في الدول المختلفه التصريحات عن النادي الاهلي، هو ده ايضا مكون الشعبيه اللي مستحيل يختزل في نطاق زمني واحد. وكمان عايز اقول حاجه، لو شفنا مباريات خطا نادي الزمالك في الخليج، المباراه في قطر او مباراه الهلال في السعوديه، اكيد ما شفناش مشجعين كتير من الخليج، او يمكن ما شفناش خالص في المدرجات، ما جاتش الصوره عليهم، او ما شفناهمش. استقبال الاهلي لبنفيكا عماره جابوا لنا حاجه كانت رائعه، انت بتستقبل بطل اوروبا لموسمين، وكانت مباراه تاريخيه، وكانت أحداث أكيد راسخة في تاريخ النادي الأهلي، وأكيد برضو الخليج كان بيتابع هذه اللقطات، وأكيد كان مهتم يقرأ أخبار النادي الأهلي وقتها. وتبقى حاجة يا أحمد مختلفة وأخيرة، الأفراد اللي بيسيبوا بصمة، أكيد اللي عمله كابتن حسن شحاتة شيء رائع، ونجوم كتير للزمالك، ولكن ما ينفعش نبخس حق رموز أهلوية سابوا بصمة في تأسيس الكرة، وبيشهد لهم الجميع في الخليج ان هم سابوا بصمة في تأسيس الكرة الخليجية، وهو كابتن طه الطوخي اللي فاز مع منتخب الكويت في 1970 ببطولة الخليج الأولى في نسختها، وهي الهوى الخليجي الأكبر اللي فعلا لها مردود، تفوز مهما تفوز وتبقى بطولة الخليج لها مردود مختلف تماما في التباري بين الدول الخليجية. وحنيجي الشيخ طه اسماعيل اللي كان ليه أيضا بصمة في تاني بطولة خليجية، وكاد أن يفوز مع السعودية بالبطولة لولا بعض الأشياء الإدارية اللي حصلت. فبنتكلم عن أشخاص مؤثرين سابوا بصمة في تأسيس الكرة في الدول دي، في الإمارات وفي السعودية، ما ينفعش نقول إن هم لم يذكروا كأهلوية مؤسسين. شعبية النادي الأهلي في رأيي في أي مكان هي الأكبر كانت وستظل. احنا ردينا على فكرة الأسانيد اللي اعتمد عليها أستاذنا الكبير الأستاذ حسن المستكاوي في فكرة الستينيات، والحقيقة يعني في السبعينيات الأهلي كان هو المكتسح، في الثمانينات الأهلي هو المكتسح، والأهم في فترة الثمانينات تحديدا كانت تقريبا من أفضل الأجيال في تاريخ النادي الأهلي، وكان كمان بطل بشكل كبير جدا إفريقيا، حوالي ست بطولات في الفترة دي، فموضوع كان كبير جدا. وزي ما قلنا الشعبية دايما ما بتقفش عند فترة زمنية، وفي متغيرات كتير جدا. انتوا لو بصيتوا على شعبية برشلونة حاليا مش هي خالص بداية الدوري الأسباني أو الكرة في أسبانيا، يمكن ريال مدريد قديم في القصة دي وتحديدا في البطولات الأوروبية أكثر من برشلونة، ولكن في النهاية وصل برشلونة حاليا وليفربول حاليا لشعبية كبيرة في العالم، لأن الشعبية بتقاس بالبطولات وبتستمر معاك طول ما أنت بتقدر تحقق البطولات دي. الدرجة اللي خلت كابتن جمال عبد الحميد نفسه في أحد اللقاءات يقول أنا لما رحت مدرسة ودخلت فصل فيه 40 طالب قلت الأهلاوي يرفع إيديه، 38 طالب رفعوا إيديهم واثنين ما رفعوش إيديهم، فقال دول أكيد زملكاوية. طب الزملكاوي يرفع إيديه، طالب واحد بس اللي رفع إيديه، فراح للرقم 40 المحير ده، أنت لا أهلاوي ولا زملكاوي؟ قال لا أنا زملكاوي بس مش عايز أرفع إيدي، لأن الفترة دي كان الأهلي مكتسح كل شيء، فكان الطالب بيتجنب فكرة مضايقة زمايله أو 38 واحد اللي كانوا في الفصل. أعتقد الموضوع مش ورث، لأن أكيد يعني مش الفصل كله اتجمع فيه كل الأهلاوية بالورث بقدر ما هم الأهلاوية بالفترة الزمنية اللي عايش فيها الجيل ده. خدناكم الفترات قديمة ستينيات وثمانينيات، تعالوا